أما مسألة الانتخابات المبكرة، أعتقد الانتخابات المبكرة يجب أن تكون وفق آلية دستورية وقانونية. هذه تحتاج إلى حل مجلس النواب. حل مجلس النواب الآن وفي وفق الظروف الواقعية الحالية لن يتم إلا بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، لأن لا الرئيس الجمهورية منتخب ولا الحكومة الحالية هي حكومة منتخبة أو مصوت عليها بكامل الصلاحيات. إذن الاتفاق على حل مجلس النواب يكون بين قادة الكتل السياسية، وإذا قرروا المضي يجب أن يكونوا في خطوات. هل وفق القانون الحالي، وفق المفوضية الحالية، هل سيتم تشكيل حكومة لتصديق على موازنة يخصص لإجراء الانتخابات؟ لأن الانتخابات تحتاج إلى موازنة على الأقل 300 مليار أو أكثر، وتحتاج إلى وقت. أي إجراء، أي انتخابات مبكرة اليوم إذا أردت أن تجري انتخابات مبكرة تحتاج من 6 أشهر إلى سنة. فبالتأكيد في ظل الواقع الحالي أعتقد أي انتخابات مبكرة لا يمكن إجراؤها إلا في بداية 2024 أو نهاية 2023. إذا ما تم حل البرلمان، هل هذه الحكومة ستبقى؟ ماذا ستفعل؟ كيف ستمضي بها الأمور؟ من سيراقبها؟ هذه كلها أمور يجب مناقشتها سياسيا وفق معطيات واقعية جدا. مسألة أخرى، في الخطاب موجودة جملة، هذه الجملة الأهم، يقول ثورة سلمية ديمقراطية وبعدها إجراء انتخابات مبكرة. هذه الثورة السلمية الديمقراطية ما هي مطالبها؟ ما هي آلياتها؟ ماذا ستفعل؟ لأنه يسبق هذه الثورة بالانتخابات المبكرة.